ايه ده؟ لا لا لا، المحل شكله في الدور اللي فوق. ارجعي ارجعي. المحل اهو ده قافل. يلا ايه ده؟ راحوا فين؟ راحوا فين؟ نازل جراش. جراش ايه؟ لا انا رايح المعادي. ادي ده لمراتك. انا معتز. اما تدخل. تعال تعال انت اللي تخش. ايه اللي حصل لك يا فادي؟ هحكي لك. تعال. تصدق السقف عندنا حلو قوي يا راجل؟ انا حاسس ان انا مش هشوف الارض تاني يا معتز. تعال تعال. بس يا سيدي، فقلت اروح قبل ما اموت. انا حاسس ان انا على ما اكلمها هكون اتشليت يا معتز. انت قديم وطريقتك قديمه، انت لازم تغير طريقتك دي. انا لا يمكن لا يمكن اغير طريقتي في التعبير عن الاعجاب في الحب ابدا. بص بص بص، بتتكلم ازاي اصلا؟ ما انا مش عارف ابص غير لفوق. يبقى لازم تسمع كلامي. كل حاجه فيك لازم تتغير، شخصيتك وافكارك، منظرك اللي عامل زي امين الشرطه ده. لازم تغير شكلك. انفخ شفايفي يعني؟ شنبك. انفخ شنبي؟ لازم تحلق شنبك. اخلص وياك تجيب سيرة شنبي تهبط. جميلة، ازيك؟ انا جاتلي الدعوة اهو. اكيد جاية. هي دي مدرسة معتز، انت بس لو تفهمني هتعمل ايه. سيب كل حاجة عليا وانا هدخلك. يا عم ابو سويلة، منزل ايدك، لو عوزته تاني يبقى ربيه. ده لو رضي يطلع. اسم حضرتك ايه؟ عمر. عمر؟ عمر مين؟ عمر ابو لفا؟ ايوه عمر ابو لفا. اوكي، اصل عارف اكتر مني. اتفضل حضرتك. اوكي، وحضرتك؟ انا صاحبه. لا انا اسفه خالص حضرتك، مش هينفع تدخل. ايه؟ انا متاسفه. ايه ده؟ ما تنفعلش، انا هتصرف. خش انت وانا جاي لك. انت ما تاخرش. خش خش خش. ايه يا عم وانت ماشي بظهرك ليه؟ بدور على حد بس. انت مين بقى؟ هفهمك. عمر؟ ما انا هشرح لك اللي... عمر ابو الوفا؟ يا دفعة استر عليا. عمر ابو الوفا رجع. عمر ابو الوفا رجع يا دفعة. هو كان هربان ولا ايه؟ يخرب بيتك يا معتز. عمر، ما صدقتش لما قالوا لي انك هنا. شكلك اتغير خالص. ايه ده؟ امريكا غيرتك خالص؟ انت عارفه بقى هناك امريكا رطوبه وبرد وحر وصهد وتراب. شكلك لسه شقي زي ما انت. مش قوي يعني، نص نص. اهلا. اقصد نسيت اعرفك، امل خطيبتي. اهلا 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 اهلا. صباح الفل، ازيك يا امل؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ انت ابن انكل ميربط صح؟ تعالوا بابي. امال ايه؟ طبعا واعرف عمك سعاد. ايه الحفله الجميله دي؟ هاي. انا هو. انت ايه ده؟ انا يا راجل. طب انا وانت ايه؟ ما احنا واحد. لا مش واحد. عشان لما اجي بقى يبقى شاور لي، لان انا مش فاكر شكلي قوي وانا صغير. على فكره كنت شقي قوي وانت صغير. هو احنا عملنا ايه بالظبط مع بعض؟ ها؟ بس عشان امل يعني. طب وانت عاجبك اللي بيعمله امل ده؟ الله، ده انا لسه بشتكيلك من امل بتعملي زيه. مش معقول، لخبطتوني. الطالب المتفوق عمر ابو الوفا. انت هو؟ عمر. انت هو؟ انا هو. بينادوا عليك. ده انا. فين عمر ابو الوفا يا جماعه؟ الحمد لله. عمر انت فاكرني؟ انا ميس ناهد. الله، طبعا. امال ايه؟ ازاي حضرتك تقولي كده يعني؟ ده انا ما كنتش بفهم من حد غير حضرتك. انا ميس ناهد بتاعت شؤون الطلبه. دي كانت ماده صعبه قوي بصراحه.
طيب سلمي لي بقى على الجماعه اللي جنبك. مساء الخير. مساء الخير. كان عندك كده؟ اتفضل اتفضل. ده ايه ده ماله ده؟ مش احكي لنا يا عمر عن دراستك الهندسه والحياه في امريكا. خير خير خير. الحقيقه انا يشرفني بصفتي طالب من الطلبه المتفوقين اني اقف النهارده هنا واكون عبره لكم. الحقيقه واضح من كلامكم انه انا درست هندسه في امريكا، واضح كمان ان في اجماع على كده، وخلينا فاكرين مع بعض انه انتوا اللي اجمعتوا مش انا. كنت عايز اقول الحقيقه يا جماعه، وانا عايش في امريكا في يوم من الايام كنت بتمشى على النيل بتاع امريكا اللي هو في شارع امريكا العمومي، وحضرني موقف، حضرني موقف يعني حضرني. طيب يعني على ما يحضرني الموقف خلونا نتكلم شويه بصراحه، هيحصل ايه لما نتكلم مع بعض بصراحه. حضر الموقف، موقف جميل، موقف كله شفافية. يا جماعة ازاي؟ وأنا في غاية السعادة. أنا مش عارفة حد خالص. أنا مبسوط قوي. أنا مبسوط قوي. مين ده كمان؟ من ده عمر بالوفا مهندس. هنا في هذه المدرسة، مدرسة مدرسة هذه المدرسة، المدرسة اللي أنا متخرج منها، المدرسة اللي أنا كنت مجتهد فيها، مدرسة المستقبل الدولية للي فات. المدرسة زي ما هي يا جماعة، ما اتغيرتش مش كده؟ والبالونات هايلة. عمر تعال. أيوة أنا. تنادوا عليا؟ مساء الخير. أنت مش فاكر سارة وجميلة؟ مش قوي الحقيقة، مش فاكر قوي، كنا صغيرين بقى، مش فاكر. ولا أنا الحقيقة كنت فاكرك أصلا. يلا يا جميلة. ممكن افتكر هي متسرعة ليه كده؟ فستانها تحفة، طول عمرها بتموت في اللون الأحمر. ايه ده؟ تالتة رابع؟ يلا بينا نخلع عشان عمر الحقيقي وصل. ايه؟ عمر الحريري هنا؟ اتصور معاه بقى. بقول لك عمر الحقيقي وصل، يلا نخلع. عمر الحقيقي؟ طب يلا. لما عمر الحقيقي يجي بديله دي. امشي يلا. يلا. احنا على ميعادنا. يا ابني احنا بقالنا ساعتين بنتفرج على حاجات احنا مش فاهمينها. مش عارف الناس دي بتبيع بيض ليه هنا. المهم المكمل انت سمعتها بينهم، قالوا هيجوا الساعه كام؟ لا ده ما حددوش فيها لا الزمان ولا المكان اصلا. نعم. قالوا هنا. طب الساعه كام معاك دلوقتي؟ معي ساعه. شفت اتاخروا جدا على فكره. اهم يا معتز وصلوا. جم اهم اهو. هم دول. اهي بقول لك ايه، الاحمر ده كفايه ولا كنت زودت شويه كمان؟ لا حلو قوي. تمام طبعا عارف انت هتعمل ايه. لا بص بقى، انا عايزك تدخل عليها بكل ثقه، ثقه جامد، بعدين تسلم عليها بكل رقه، بكل رقه. عايزك تسحرها بكلامك، عايزك تكعبلها. ولا انت كنت هتعمل كده؟ انت كان قصدك تكعبلها بالمضرب صح مش برجلي. ايه ولا كنت قلت لها انا موتها فيك؟ كنت دفنتها؟ طب اعمل ايه بس، ما انا ما عنديش خبره. ولا انا ماليش دعوه بالليله دي خالص. سامع؟ وزع لو شخطت فيا تاني انا هسيبك وامشي. وزع خد بالكم جايين علينا. ايوه انا لامحهم بطرف مناخيري. ارمي الموبايل كانه منك على الارض. طيب امسك النضاره دي كده. كانه ماشي صدفه يعني. طيب قول كده من الاول. هي هتشوفه وهتنادي عليك. ولو ما نادتش عليا انادي عليها انا؟ طيب خلاص لو سمحت. ارد عليها ولا ازبلها؟ لو سمحت رد عليها بس بتقول. طيب ايه؟ في نضاره وقعت منك. طيب وبالنسبه للموبايل بتاعي ده، حضرتك ما خدتيش بالك منه ولا انت ما بتشوفيش؟ والله ايه ده عمر؟ ازيك يا عمر؟ ايه ده؟
مش انت اللي كنتي وانت برضو كنت معايا في نفس المكان اللي كنت كلكم مع يا محاسن الصدف يا محاسن الصدف. ايه رايكم كلنا نلعب مع بعض؟ لا لا خليهم هم، احنا مش عايزين نعطلهم. اتفضلوا انتوا يا جماعه العبوا، مش عايزين نعطلكم. الجنينه كلها تحت امركم. فرصه سعيده. باي. ايه ده؟ دول مشيوا، دول مشيوا. مش انت اللي مشيتهم؟ طب وانت هتعمل ايه دلوقتي؟ انت بتكلمني انا؟ هات الموبايل، هات الموبايل. ايه ده؟ في ايه؟ الموبايل عايز الشحن. امشي يلا امشي. عمر ده وشه مش غريب عليا. يا سلام، عادي، مش كان زميلنا في المدرسة يا بنتي؟ لا أيام المدرسة مش فاكراه، أنا شفته هو كبير كده. شوط الكرة عندها وروح العبها من هناك. طيب ماشي. أدوس على رقبتك يالا. إيه؟ هو بلياردو. الله، ما أنا شوط الكرة بالمضرب وأنت واقف. وأنا واقف؟ أيوه. طب أنا شعرفني أنا، ما تشرح بالراحة. ارجع ورا شوية، خد لك ساتر. اتفضل. أهو. انا اسف جدا، ما قصدتش. اسف، حصل لك حاجه؟ اه طبعا وجعتني. طب الحمد لله. نعم، يعني الحمد لله ان ما حصلكيش اي مضاعفات. انا هو انت بتلعب جولف من زمان؟ ده انا بلعب من الصبح. بعيد قوي. طب ثانيه واحده هروح اجيبها لك واجي على طول. تجيب لي ايه؟ ما احنا هنروح لها، بس ده مشوار طويل قوي عليك. طب وعلى ايه؟ ثانيه واحده يا اسطى، يا اسطى لو سمحت، اتنين بركة الكور اللي هناك دي. اتفضلي وقف، اتفضلي، انا معايا فكة ما تقلقيش. اتفضلي. سايب يا معتز بينج بونج. بينج بونج؟ يعني ايه بقى ان شاء الله؟ ما تسأليش، وقت ما تنفعليش. اوعي تكلميني كده تاني. يعني حاجة زي كده. يلا بقى يا سارة عشان الجوع. ليه؟ يعني كل. اتفضلي. طيب يلا باي. باي باي. هكلمك. باي. طمني عملت ايه؟ ده اسعد يوم قضيته في حياتي النهاردة. يعني ايه؟ كله تمام؟ طبعا. عيب عيب انك تسال سؤال زي ده. طبعا كله تمام. خدت رقم تليفونك؟ لا طبعا، لانه معايا. انت غبي ولا ايه؟ ما هي ما تعرفش ان هو معاك، كان لازم تاخده منها عشان تعرف تتصل بيها. طيب قلت لها ان انت معجب بيها؟ لا. طيب خدت منها معاد تاني؟ لا برضو ما حصلش حاجه زي كده. لا ما اتفقتوش على اي حاجه خالص؟ خالص، ما عملتش اي حاجه من الحاجات دي خالص. يا راجل اسعد يوم قضيته في حياتي النهارده. يا راجل شفتم ارقامها حلوين قد ايه. مش هيحصل حاجه يعني. لا انا طارق الوكيل يا ساره، مانيش عمر ابو الوفا. انا طارق الوكيل، مانيش عمر ابو الوفا. انا طارق الوكيل، مانيش بتهيالي ناجل القرار ده شويه. يا وزه الواد يا ابني، هو ده القرار اللي انا مستنيه. ملاكي جيزه، يا حلاوة جيزتك. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير. تأمرين بأي خدمات تاني؟ لا خالص، اسبق انت يا عم ابراهيم، انا هحصرك. من عينيا. صباح الخير عمر. لا انت دوختيني عليكي. وانا دوختك عليا ليه؟ مش دي نمرتك؟ اه. ايه ده؟ ما هي اصلا امبارح وقعت منك واحنا في الجولف، وقعدت اطلبك عليها طول الليل، كانت مشغوله. انت كنت واقفه في اشاره طويله ولا ايه؟ ميرسي. هي معرفه مصلحه ولا ايه؟ انت عرفت عنواني منين؟ من المرور. رحت المرور وكشفت عن النمره ودفعت المخالفات وجبت العنوان وزماني جاي. مش عارف انا اتاخرت ليه لغايه دلوقتي. ايه ده؟ ده في كاوتش نايم. بالراحه بقى لحسن يصحى. معقوله؟ عموما مش مشكله، انا معايا ستيب. ايه ستيب؟ ستيب وانا موجود ازاي وده يصحى؟ ايه ده؟ ده الكاوتش التاني نايم. نايم اهو والله. يا لا بتشوف الكاوتشين نايمين في نفس اليوم. ده مش بعيد تلاقي الاستاذ راح مشوار. يا لهوي الكاوتش نايم مشوار. انت فرحان فيا ولا ايه؟ انا كده هتاخر. طب ما انا عربيتي تحت امرك. ايوه انت بتبصي فوق، انا حركن على الشجره. عربيتي اهي اهي، الحسنه اللي طالعه هناك دي. اتفضلي اتفضلي هوصلك. اتفضلي. معلش هي هتلاقيها مجرحه شويه، بس انا جايب لها جراب هركبه لها. اتفضلي اتفضلي. تعالي خشي خش. يلا سدي بقى. ايه سدي مناخيرك قبل ما ندور. نقلع الجزمه، نقص الجزمه.
تستغربيش اصل انا لما بقلع الجزمه واسوق حافي بوصل اسرع. سنتي مناخيرك بقى عشان هدور. كمان رخصك منتهية؟ من كتر اللف في الشوارع بقى يا فندم. اللف؟ معلش. معاك طفاية؟ طبعا طبعا انا همشي مخطط. وراني. اتفضل انت هتهزر معايا ولا ايه؟ بقول لك طفاية. عايز طفاية حريق. طفاية حريق. حاضر انا ما فهمت غلط. معلش بس مش هقدر اوقفها عشان السقف ما بتخبط في السقف. هو في ايه حضرتك بالظبط يا فندم؟ كل ده وفي ايه؟ أمن ونتانة. أمن ونتانة؟ يعني أنت بتسحب الرخص على نتانة دلوقتي؟ طب هنضفها. نضفها؟ لما عربيتك بقى تتحرق بطفيها بطفاية السجاير. حاضر. نطلع خفيف. حاضر.